السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ معاكم دكتورة مي احمد، نيكيو كلينيكال فارماسيست او سيرف سمبليفايد بيدياتريك دراج هاند بوك. النهارده ان شاء الله هنتكلم على السيرفاكتنت، امتى نستخدم السيرفاكتنت وانواعها. خليكم معانا لاخر الفيديو ان شاء الله، هقول لكم الجايد لاينز الجديده اللي حطتها الامريكان اكاديمي في البيدياتريكس، لان دلوقتي اختيار امتى ندي السيرفاكتنت اختلف جدا اكوردنج للنيو جايد لاينز. هنتكلم عليها ونشوف امتى بالظبط مفروض ندي السيرفاكتنت. اول حاجه تفتكروا كده، هي ايه الانديكيشنز لاستخدام السيرفاكتنت؟ طيب نفكر دلوقتي، السيرفاكتنت دي مفروض ان هي بتبقى موجوده في اللنج وهي بتساعد في عمليه الريسبيريشن، بالتالي انا الانديكيشن بتاعي ان انا ادي اكسوجينس سيرفاكتنت من بره ان السيرفاكتنت ما يكونش موجود في اللنج. طب ايه الحالات اللي السيرفاكتنت بيكون مش موجود في اللنج؟ اول حاجه بريماتيوريتي، طفل اتولد قبل ما اللنج تكون السيرفاكتنت، تمام. طيب ايه تاني؟ ان يكون هو مولود فول تيرم بس في حاجه كسرت لي السيرفاكتنت اللي كانت كون، زي ايه؟ بالمونري هيمرج مثلا، او ماس، او ميكونيوم اسبيريشن سيندروم، الميكونيوم كسر لي السيرفاكتنت، او انفكشن زي النمونيا، تمام. فدي الحالات اللي انا بستخدم فيها السيرفاكتنت، يا اما هو اوريدي ما اتكونش زي البريماتوريتي، او اتكون مكسر زي الحالات اللي احنا اتكلمنا عنها دي، نمونيا، ميكونيوم اسبيريشن سيندروم، والبالمونري هيمرج. طبعا انا لما بدي السيرفانتن في حالات تكون ار دي اس، في حالات تكون في ريسبيراتوري ديستريس ناتج عن ان السيرفاكتنت مش موجود في اللنج، انا بقلل فكره ان يحصل بيحصل مورتاليتي، بقلل فكرة ان الطفل ده يبقى محتاج انتيوبيشن ومحتاج ان هو يدخل على ميكانيكال فنتليتور، فبالتالي انا بحمي اللنج من النمونيا، بحمي اللنج من يحصل بالمونري انسلت، وكمان مش هيقعد بقى، مش هيطول معايا على البنت، مش هيحصل له كرونيك، مش هيبقى خايف من كرونيك لانج ديزيز او كل الكومبليكيشنز اللي ممكن تحصل على الفنتليتور، تمام. طيب واذا اوكي، لو في surfactant deficiency نتيجة prematurity أو أي disease تاني، أنا كده surfactant هتبقى indicated ومفروض إن أنا أديها. ال guidelines القديمة كانت بتقول إن إحنا بنعمل prophylactic من ال RDS، إزاي؟ preterm مولود، very preterm، very low pulse weight، أنا عارفة إن مفيش surfactant في اللنج، ولو فيه هيبقى شوية صغيرة وهي consume مع الوقت، فأنا بعمل إيه؟ بديله prophylactic surfactant على طول. او كانوا بيلاقوا ان ده بيقلل النيوموثوركس، بيقلل الانفيسيما، بيقلل البي بي دي او البرونكو بالمونري ديسبريجي. الكلام ده كلام قديم. هنقول دلوقتي برضو الريكومنديشن بتاعت الامريكان اكاديمي في البيتاتريكس كلها، بس خلينا نتفق من دلوقتي ان هما لا، خلاص الكلام ده بقى مرفوض تماما. مال نعمل ايه اول ما البيبي يتولد؟ طالما هو مش severe RDS، طالما هو مش محتاج ميكانيكال فنتليتور، مش محتاج ان نعمل انتوبيشن وندخله على ميكانيكال فنتليتور، سيباب، بنبدأ سيباب at birth، اول ما يتولد يتحط على سيباب، ونبدأ نقيم بعدها بفترة. لو البيبي ارتاح على السيباب خلاص بيكمل عليه، failed بيحتاج ميكانيكال انتوبيشن بقى، خلاص هنحطه على ميكانيكال فنت، هن انتوبيه وهندي السيرفانت، تمام. لقوا، عملوا سيستميك ريفيو جديد كده على الامريكان اكاديمي اوف بيدياتريكس، بيقول ايه؟ عملوا سيستميك ريفيو لقوا ان 50% من الحالات البريترمات اللي وزنهم اقل من 750، وانس بس ان هم ات بيرث بيتحطوا على سباب بيتحسنوا وما بيحتاجوش السيرفانتا اصلا، تمام. بالعكس ده كمان في ترايلز اتعملت بتقارن ما بين الاطفال اللي خدوا ات بيرث سباب على طول والاطفال اللي عملناهم بالجايد لاينز القديمه، ان احنا ندي سيرفانتا من day one، من at zero minute once انا عارف ان هو preterm، ان انا بحضر السيرفانتا وبديها على طول. اكتشفوا ان الريسك في البلمونري هيمرج، الريسك اوف البي بي دي، البرونكو بلمونري ديسبليجيا، وايفن الدس كان اعلى مع الاطفال اللي خدت السيرفانتا عن الاطفال اللي خدت السباب، وقيمنا هل هو محتاج السيرفانتا ولا لا. طيب خلينا نقول الريكومنديشن بتاعت الامريكان اكاديمي اوف بيدياتكس بتقول ايه؟ بتقول اي بريترم اقل من 30 اسبوع، لو هو اول ما اتولد طلع تعبان ومحتاج ان احنا نعمل انتيوبيشن وندخل على ميكانيكال فنتليتور،
تستابلايز الاول طبعا. وانس ان هو استابلايز لازم تدي السيرفاكتنت، اوكي؟ لكن لو هو اتولد كويس وانا بس عارفه ان هو بيترم فعايزه اديله بروفيلاكسس، لا تديله سي باب ات بيرث او ما يتولد ونقيم فيلد سي باب وخلاص هنانتيوبيت ونحط على ميكانيكال فانت وندي السيرفانت. طيب لو مش فيلد خلاص كونتينيو اون سي باب. اكسبت في ايه بقى؟ في كام اوبشن كده، لو الاف اي او 2 بتاعي اللي هو محتاجه اعلى من 0.4 يبقى ده محتاج ان انت تديله سيرفانتا ونحط على ميكانيكال فنتليتور. او لو الاي بي جي مطلع الكربون دايوكسيد جريتر ذان 55، من 55 ل 60 برضو ده انديكيشن ان الطفل ده محتاج السيرفاكتنت. طيب بالنسبه للاطفال اللي هم الفول تيرم النتيجة اللي دخلوا في هايبوكسيا وريسبيراتوري فيلير نتيجة ان السيرفاكتنت اتكسر من امراض زي النمونيا والميكوني ماسبيريشن سيندروم والكلام اللي احنا كنا بنتكلم عليه، كلهم indicated ان هم ياخدوا surfactant except ال congenital diaphragmatic hernia. Otherwise ال secondary surfactant deficiency disease نتيجة اي حاجة تانية غير ال congenital diaphragmatic hernia هم indicated ان هم ياخدوا surfactant. طيب هي ايه انواع ال surfactant اللي عندنا؟ اشهر اتنين الموجودين في مصر هم ال سيرفانتا وال كيوريسيرف. خلينا نتكلم على اشهر point of differences ما بين الاثنين. السيرفانتا بيتاخد فيها 100 ميلي جرام بير كي جي فوسفوليبيد، فانا بدي فوليوم كبير قوي، بدي 4 ملي بير كي جي وبيتاخد كل 6 ساعات. والكيوريسيرف لا، الكيوريسيرف فيها 200 ميلي جرام بير كي جي فوسفوليبيد، تحتاجي الانيشال 2.5 ملي بير كي جي، لما بتحبي تزودي بنزود 1.25 ملي بير كي جي، ماكسيمم فوليوم بتاعنا 5 ملي. تمام، ده تقريبا اشهر البوينت اوف ديفرنسز ما بين الاثنين. هو بس بالنسبه لنا اهم حاجه برضو لازم نبقى عارفينها ان طبعا سواء كان كيرسيرف او سيرفانتا هما الاثنين بيتشالوا في الثلاجه وما ينفعش نطلعها من الثلاجه نديها للطفل على طول، لازم نطلعها من الثلاجه نسيبها at room temperature for 20 minutes. ما عنديش وقت، محتاجة اديها للطفل على طول. بنعمل ايه؟ بنبدأ نعمل روبينج خفيف كده بين ايدينا للفويل لمدة 8 minutes بحيث ان احنا نعملها وورمينج وهي في ايدينا. اوكي، this was our lecture for today. يا رب تكون عجبتكم. اي حد عنده اي topic حابب انه يعرف عنه حاجة يبعت لنا وهنعمله لكم. اي حد عنده اي سؤال في السيرفاكتنت برضو you're more than welcome to comment وبرضو هنرد عليكم ان شاء الله. الريفرنس بتاع الكلام ده الامريكان اكاديمي اوف بيدياتريكس، دي يا جماعه ان اخر guidelines. انا عارفه ان الكلام جديد، حتى ايفن المانوال الاخير كاتب ان السيرفانتا بتتاخد بروفيلاكسز و at the first hours وكده، however خلاص ما بقاش في الكلام ده، بقاش في حاجه اسمها بروفيلاكسز سيرفانتا according للترايل اللي عملوها اسمها انشور. لو حد عايز يجيب الترايلز اسمها انشور ترايل، لو دخلتوا الامريكان اكاديمي اوف بيدياتريكس هتلاقوا الجايدلاينز. ثانك يو فيري ماتش فور يور تايم، مستنيه لايك على الفيديو، سبسكرايب للبيت عشان يوصلكوا كل الفيديوهات بتاعتنا، مستنيه ارائكم في الفيديوهات بتاعتنا. ثانك يو.